ارحب بكم مره ثانيه في وقفه حواريه اخرى في هذا الصباح، وقفه اقتصاديه تتعلق بالتصريحات الاخيره للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحقيقه ما كانتش اول مره يصرح بها بخصوص توفير 200 مليار جنيه للشباب المصري اللي يعملوا في مجال المشروعات الصغيره والمتوسطه لتنميه هذه المشروعات وتدعمها. الرئيس اكد ان ده مش هيضر باي شكل من الاشكال بالشركات الكبرى، وانه لازم يكون في نوع من انواع التخطيط والتوزيع لهذه المشروعات على مستوى الجمهورية والمحافظات حتى لا يتم توزيعها بشكل عشوائي. هذه المشروعات اللي بالتأكيد بتوفر فرص متميزة للشباب في مجال العمل. هنتحدث عن هذه الخطوة، أهميتها بالنسبة للشباب، وكيف يمكن الاستفادة منها على أكمل وجه وبأكبر شكل حتى لا تذهب هذه الأموال بدون استفادة حقيقية منها على أرض الواقع، من خلال وقفتنا الحوارية التالية. لكن دعونا في البداية نتابع تقرير عن هذا الموضوع ثم نبدأ اللقاء. انطلاقا من الاهتمام بالشباب لكونهم الطاقة المحركة وقاطرة التقدم والنمو في أي مجتمع والمخزون الاستراتيجي الذي يحفظ مهابة الأمم في أوقات الأزمات، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، طلب الحكومة والبنوك الحكومية بعدم ترك الشباب فريسة للفشل، وذلك بتيسير الإجراءات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمبادرة الرئاسية بتخصيص 200 مليار جنيه للشباب في صورة قروض ميسرة لا تزيد فائدتها عن 5% وهي فائدة متناقصة. وشدد الرئيس السيسي على أن هذه المشروعات يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة في التشكيل والبناء وليس في الإدارة. أنا عايز أعمل حاجة مختلفة شوية عن التصور اللي هو العلاقة فقط بين البنك وبين الشباب اللي هيتقدم. أنا عايز أنظم الدنيا، عايز أنظم الدنيا. عشان أنظم الدنيا هنقول إيه؟ المنطقة الصناعية دي هيتعمل فيها إيه؟ هيتعمل فيها غزل ومسيج؟ هيتعمل فيها 1000 مصنع صغير؟ يبقى 1000 مصنع صغير يتعملوا، وهم بيتعملوا بتيجي المكن بتاعهم بناس متخصصين، عشان انا ما اظلمش ابني وادخله في مهمه اضيعه فيها. وفي هذا الإطار شدد عدد من الخبراء على ضرورة وجود دراسات جادة للمشروعات الصغيرة التي تحدث عنها السيسي بجانب المتابعة من قبل بعض المتخصصين لتشغيل وقدرة الشباب على تسويق منتجاتهم. ويرى الخبراء أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ستساعد في وقف ومنع فوضى تمويل المشروعات من قبل البنوك، وأضافوا أن الكثير من المشروعات الصغيرة كانت تتعذر وتفشل بسبب السياسات المختلفة للبنوك، مشيرين إلى أن البنك المركزي حدد تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع ضوابط تلتزم بها كافة البنوك والجهات الممولة والمقرضة لأصحاب هذه المشروعات. وأكد آخرون أن مبادرة الرئيس لتنمية المشروعات الصغيرة ستزيد من فرص العمل، ما يحقق تنمية مستدامة لمحدود الدخل. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في استوديو النيل دكتور شريف الخريبي الأمين العام للمجلس الاقتصادي العربي. صباح الخير يا دكتور، برحب. صباح النور. ضخ 200 مليار جنيه للشباب المصري في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضا تقليل سعر الفائدة بما يبلغ 5%، هذا التصريح اللي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، ما معناه؟ ما الذي يمكن يضيفه لهذه الفئة أو هذا القطاع من المجتمع؟ الحقيقة هو معناه أن الدولة حريصة على تنمية الشباب، الدولة حريصة على إتاحة الفرص للشباب، فرص العمل، الدولة حريصة على القضاء على البطالة، الدولة حريصة على تنمية الاقتصادية الشاملة. لكن هذا الحرص وهذا التوجه وهذا القرار لازم يقابله ثلاث حاجات. الحقيقة الحاجة الأولانية جهات متخصصة تقوم بدراسة المشروعات التي يمكن أن يتم تنفيذها
في هذا المجال، سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر. بمعنى أن هو يحدد هذه المشروعات، يعني يحدد هذه المجالات أكثر مناسبة للمجتمع أو المجالات، وتكون زي ما السيد الرئيس قال على مستوى الجمهورية، تكون يعني المشروعات التي تصلح لمدن القناة لا تصلح لمدن الدلتا، والمشروعات التي تصلح لمدن الدلتا لا تصلح لمدن الساحل الشمالي، والمشروعات التي تصلح في شمال مصر لا تصلح في وسط أو في جنوب مصر. وبالتالي تكون هذه المشروعات مرتبطة بالمجتمع ومرتبطة بالتنمية المجتمعية، وبكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر. الأولاني إن احنا حلينا مشكلة البطالة، والتاني إن احنا ربطنا الشباب بمجتمعاتهم للحد من الهجرة إلى العاصمة أو للمدن الكبرى. فأتمنى أن يكون في دراسات معمولة لهذا الشكل. حاجة تانية، أن لازم يكون في إدارات الائتمان الخاصة بالبنوك التي ستقوم بتنفيذ هذه المبادرة عمل دراسات جدوى مبدئية لعدد المشروعات، أيضا حسب كل نطاق جغرافي وحسب كل قطاع، وهذه المشروعات تكون بشكل يبين للمستثمر الصغير أنه عندما يعمل في هذا المشروع أدي هامش الربحية المتوقع. الحاجة الثالثة هو برامج تدريبية على مستوى الجمهورية من خلال مؤسسات تدريب خاصة وعامة، ولا مانع من استخدام الجمعيات الأهلية في هذا الشأن لتدريب رجال الأعمال الصغار أو المستثمرين الصغار على الإدارة، على التسويق، على المحاسبة، وإزاي إن هم يعملوا ميزانية ولو صغيرة. كل هذه الثلاث حزم مع بعض دول لازم يتموا حتى يؤتى أو يؤتي هذا المشروع بثمار. من غير كده احنا عندنا كان عندنا تجربة أنا بعتبرها مع كل احترام لم تؤدي الحد الأدنى اللي هو الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو كان نفس الفكرة. النهاردة لو حسبنا عدد المسجونين بسبب القروض اللي أخذت من الصندوق الاجتماعي للتنمية أضعاف أضعاف عدد الذين نجحوا في استخدام هذه القروض. طيب بخصوص القروض والمقترضين من الشباب تحديدا، دي يمكن أكتر نقطة بتقلقهم. صحيح في كلام عن تخفيض نسبة الفايدة، لكن فكرة التسديد والتسهيلات فيما يخص ذلك، كيف يمكن معالجة العقبات الخاصة بهؤلاء الشباب عندما يقترضوا من البنوك بالتحديد؟ زي ما قلت سيادتك، يعني مفيش مشروع النهاردة بيتعمل من غير دراسة جدوى. المشروع الصغير بتعمله دراسة الجدوى بتكون بسيطة جدا. أعتقد كل العاملين في إدارات الائتمان في البنوك يستطيعون أن يقومون بها. وهذه الدراسة بتقول أن أنا هستثمر هذا المبلغ، هيتم اختراج إن شاء الله رب 100% هنا بقى، يعني احنا مش عايزين نقول أن المستثمر يقدم أو لا، ممكن 100% من التكاليف الاستثمارية طالما المشروع مجدي ويغطي تكاليفه وأعباءه التمويلية ويحقق دخل كريم للقائم أو القائمين به. بعد كده هيبقى عنده الكاش فلو او التدفق النقدي بتاع المشروع، فهيبقى عارف انه والله ان هو التكاليف الاستثماريه قد كده، التكاليف الجاريه قد كده، الايراد المتوقع قد كده، وهيبقى فيه تدريب محاسبي. ولا مانع من ان يكون هناك مكاتب محاسبه يقوم بتمويلها نفس المشروع للرقابه الماليه على هذه المشروعات والتوجيه المالي لاصحاب هذه المشروعات ولو في السنتين ثلاثه الاولانيين بدون اعباء اضافيه على صاحب المشروع نفسه، لان من غير كده ستتحول العمليه الى شيء عشوائي. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا يبقى ما نستفدناش من هذه الفرصه الكبيره اللي طرحها السيد الرئيس. 200 مليار جنيه ده رقم ضخم جدا جدا. انا بتخيل ان هذا الرقم يستطيع حل على الأقل 75% من مشكلة البطالة في مصر. عندنا حاجات مطلوبة طبعا، أيضا الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي فيها نوعين. النوع الأول هو الإنتاج سواء السلع أو الخدمة من أجل أن احنا بنغذي المشروعات الكبرى بها. يعني النهاردة مصانع السيارات على سبيل المثال
هتحتاج ورش صغيره اللي بتعمل صواميل زي النموذج اللي موجود في كل الدول الثانيه. النوع الثاني من المشروعات هو المشروع اللي بيقدم سلعه او خدمه نهائيه للمواطن مباشره. لكن يعني كان فيما يخص المشروعات الصغيره والمتوسطه تحديدا والمعدات الخاصه بها معدات الصناعه، كان في تصريحات مؤخرا هيكون في برضو اليه لتيسير توفير هذه المعدات بشكل او باخر على الشباب، هيكون في دعم ايضا من البنك المركزي من خلال مبادره خاصه به لدعم هذا النوع بالتحديد من الصناعات الصغيره. زي ما قلت لحضرتك يعني انا النهارده اي مشروع لو كان صناعي هيحتاج معدات، لو كان زراعي هيحتاج تجهيزات، لو كان خدمي هيحتاج تدريب وسوق ياخد. يعني احنا النهارده عشان نكون